عندما يشتعل الوطن نارا وتتحول معالمه درامات، لا يجد المواطنون العزة الخيارات إلا الهروب. هذا هو حال اللاجئين السوريين. ولكن الحياة لا تتوقف وتبقى الحاجة هي أم الاختراع. تلك هي فكرة مشروع زيتون. المشروع بدأ من الحاجة، يعني الحاجة دائما هي بداية الفكرة. كان عدد كبير من الشباب السوري قاعد على القهوة، يعني بيصحى من النوم بينزل على القهوة، بياكل بالقهوة، بيشرب بالقهوة، بيضل قاعد بالقهوة، بيعيش حياته بالقهوة. يعني الشاب كان متعود يكون عنده شغل، عنده جامعة، عنده دراسة، فجأة صار ب 24 ساعة فراغ، يعني لا يملأها إلا النوم. فمن هون جت الفكرة تبع زيتون. أول شيء بسوريا وبرات سوريا الشباب السوري الأكاديمي المثقف والمتعلم واللي كفاءات عالية جدا قاعد بلا شغل، حاسس حاله سلبي للثورة، فعم بدهم يشتغلوا للثورة، بدهم يشتغلوا ويرتقوا بالمجتمع، بدهم يرتقوا بالبلد. كيف؟ عم نقول لهم انتم ببساطة فكرة زيتون آمنوا فيها، اشتغل عليها. بلشنا فيه بمركز تدريب، كنا ندرس فيه لغات بحملة انه كل لاجئ سوري لازم يتعلم لغة تانية غير العربي. عملنا شيء بالميديا، اخراج ومونتاج. طبعا الطلاب ما بيقدروا، يعني غير ملزمين يدفعوا اي شيء، وهنا ما بيدفعوا اي شيء. نحن بنزودهم بالاقلام، بالدفاتر، بكل شيء هو محتاجه. المدربين ممكن يكونوا من اي جنسيه، حتى المتدربين ممكن يكونوا سوريين او مصريين، او بس بشكل عام سوريين هن القائمين على، يعني هن اللي عم يدربوا، هن اللي عم يتدربوا. ممكن انا بكل درس انجليزي عم بعطيهم درس يتضمن قواعد زائد محادثة، وبنهاية الدرس عم ناخذ غنية بالإنجليزي منترجمها للعربي، منحفظ كلماتها ومنغنيها مع بعض، منغنيها مع بعض بقارب النيل. نحن طبقنا اللي أخذناه بالصف، خرجنا من وحدة الصف ودخلنا بتركيب جديد وبجو جديد لنكسر الروتين. لا يقتصر مشروع زيتون على النشاط التعليمي للأكاديمية، فهناك أيضا مجلة إلكترونية ودروس إسعافات أولية ونشاط توعوي يعرف بركن الاستقبال. مجلة إلكترونية راح يصدر أول عدد منها ب 1/11. المجلة بتتميز عن غيرها من المجلات أنه راح يكون دائما فيها أسئلة، ممكن يكون بحث بمجال أدب، ممكن يكون بمجال علمي، ممكن يكون بمجال الثورة، بمجال السياسة، بمجال الانتخابات. ونحن بسوريا بشكل عام عنا يعني قلة وعي سياسي، يعني مغيبين 40 سنة عن الحياة السياسية. في عنا فكرة شيء اسمه ركن استقبال. ركن الاستقبال راح نحاول يكون هو مثل مكتب او كشك صغير او يعني طاوله صغيره بالمطار، بالمعابر الحدوديه بشكل عام. مهمه المكتب هذا او الزاويه اللي هي راح تكون بالمطار رفع الوعي وتعريف القادم اللي هو اصلا غير مؤهل للسفر او غير معتاد على السفر او الانتقال من مكان لمكان. بطبيعة المكان الجديد فعلا العائلة السورية القادمة عم تعاني جدا، وخصوصا الساعات الأولى والأيام الأولى من عمليات نصب احتيال من الطرفين، يعني من سواقين التاكسي المصريين ومن بعض السوريين اللي عم ياخذوا جوازات سفرهم وعم ياخذوا اللي معهم وعم يشتروا على اسمهم بالسوق الحرة. أصلا عم يفوت الشوفير التاكسي عم يشتري كل شيء من السوق الحرة على اسم اللاجئ السوري. ورغم كل شيء يبقى الأمل في قلوب اللاجئين السوريين بالعودة لبلدهم حاملين أغصان الزيتون. يعني نحن راجعين نبني سوريا جديدة. لنبني سوريا جديدة بعد بشار الأسد لازم نبنيها بسواعد جديدة وبعقول جديدة. من هون اجت فكرة زيتون. لما نوح بعت اليمامة السلام ورجعت بغصن زيتون على المركب، نحن بإذن الله رح نرجع بغصن زيتون معنا لسوريا حاملين رسالة علم ونور. ليس أمام أبناء سوريا المهجرين إلا التأقلم مع الأوضاع الصعبة المفروضة عليهم إلى أن يتحقق الحل بالرجوع للوطن. وعلي هاجم بالسيف يا حيل.